الثالث لتقدير تركيز اي انون اي معدن. قلنا الطريقه الاولى هي الستاندرد كيرف، الطريقه الثانيه الكومباريجن ميثود، الطريقه الثالثه هي الستاندرد اديشن ميثود. طريقه الاضافات القياسيه من اسمها اضافه قياسيه، يعني احنا عين نفس طريقه الستاندرد كيرف، يعني هنحضر تركيز مختلفه لايون المعدن، مثلا واحد تركيزه 1 بي بي ام، 1 2 بي بي ام، 1 3 بي بي ام، 1 4 بي بي ام، 1 5 بي بي ام، 1 6 بي بي ام مثلا من النحاس. بس على كل واحد من هذين حنضيف إضافة قياسية، إضافة معلومة، مثلا حنضيف 5 ملي من النحاس، هذا كله معلوم تمام، 5 ملي من النحاس المجهول للكل، حنضيف 5 ملي 5 ملي 5 ملي 5 ملي 5 ملي تمام. حنشوفوا مع بعضنا توا كيف حيكون عندي هنا، حنحضر سلسلة في دوارق حجمية 25 ملي. طبعا هذه التجربة مهمة جدا مهم جدا، هي ثلاث طرق في تقدير ايون اي معدن مهم جدا، يعني شو معنى مهم؟ هتركزوا عليها. حيكون عندي عدد الفلاسكات، يعني عدد الفوليمتريك فلاسك الموجودة عندي بحجم قداش؟ 25 ملي، يعني صغيرونات تمام. حنحضر كم وحدة؟ 1 2 3 4 5 6 7 فوليمتريك فلاسك. اوكي، في اول فلاسك حنحط هذا النحاس المجهول، وحنحط نحاس معلوم، حنحط أمونيا ونخفض بالماء المقطر طبعا للعلامة، يعني الحجم 25 بالماء المقطر. حنحط الكابر المجهول في الفولي في متر فلاسك الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، السابعة مش حنحط فيها نحاس أفضل. برضو إن عندي نحاس معلوم الستاندرد كابر سوليوشن، النحاس محلول النحاس المعلوم هو لتركيزه 2000 بي بي ام تمام. الاولى مش هنحط فيها نحاس بكل، الثاني هنحط 1 ملي، الثالث هنحط 2 ملي، 3 ملي في الرابعه، 4 ملي في الخامسه، 5 ملي في السادسه، الاخيره مش هنحط فيها ابدا. يعني العبوه رقم 7 ما كانش فيها اي من حاجه اسمها العنصر مرات تقدير، سواء كان نحاس مجهول او معلوم. ليش؟ لانه يلعب دور بلانك، بلانك سوليوشن او الريفرنس سوليوشن. نعرفين المحلول البلانك، قلنا محلول يحتوي على كل حاجه، ميه مقطره، امونيا، اي حاجه ما عدا العنصر المراد تقدير. انا بنقدر النحاس تمام، معناته لازم البلانك ما يحتويش على نحاس ابدا تمام. لان لما نصفر بالبلانك، يعني صفرت صاصيه الميه وصفرت صاصيه الامونيا من هذينا، بتلحق تديني قراءه النحاس. محلول النحاس المعلوم قلنا حنضيفها بهذا الشكل تمام. الاولى كانها صفر، كانت تمر بنقطه الاصل، بس هي حتنزاح عن نقطه الاصل شويه، على عكس ما شفته في الستاندرد كير المنحى القياسي اول تجربه في سبكتروفوتوميتر، حتنزاح. ليش؟ ايش اللي سبب الازاحه؟ يعني كان في نحاس، سبب وجود النحاس المجهول 5 ملي مضاف، بالتالي حيرقى شويه. تو نشوف مع بعضنا في الرسم، وبعدين حنضيف امونيا لكل الفوليمتريك فلاس 5 ملي من الامونيا، وبعدين نضيف للعلام بالماء المقطر الى ان يوصل للعلامه. مع ما حضرت لنا نصفر بالبلان، كنقيس اول دورق، ننتج تركيز، يعني حيكون بهذا الشكل، حيكون الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه تمام. هذه فوليمتريك فلاسك، هذا الفلاسك، هذا قراءة الامتصاصية. قراءة الامتصاصية الأولى مثلا كانت 0.102، الثانية 0.203، الثالثة 0.300، الرابعة 0.401، الخامسة 0.5504، السادسة 0.605 مثلا. مثلا هاي قراءة اختصاصية. لو جينا نرسم، حنرسم علاقة، حنرسم علاقة، علاقة ما بين التركيز، طبعا حنمد محور اكس وهذا واي، هنا عندي التركيز بالبي بي ام، وهذا عندي ايش؟ قراءة الاختصاصية. التركيز كم حيكون التركيز عندي انا؟ اول حاجه حنحضر السيريس، السلسله، نشوفوا مع بعضنا كيف تحضر السلسله. السلسله عندي حنقوله سي في الفي هتساوي سي شرطه في الفي شرطه تمام. هذا المركز، هذا المخفف تمام. التركيز المركز هو 2000
خذيت منها كم؟ خذيت منها أول حاجة صفر ولا حاجة. كم حيكون التركيز بعد ما نخفف في دورك حجمي 25؟ حتحسب التركيز الأول هذا سي شرطة واحد كم؟ تمام؟ التركيز الأصلي قلنا 2000، خذيت منه في المرة الثانية حجم قدرة 1 ملي، 1 ملي. كم حيكون التركيز الثاني سي شرطة 2 بعد ما نخفف في دورك حجمي 25؟ حنحسب سي شرطة 2. نفس الطريقة الثالث وحدة تركيز المركز 2000، خذت منه كم؟ 2 ملي في 2. كم حيكون التركيز بعد ما نخفف في دورك حجمي قدره 25؟ 25 سي 3. نشوفوها قداش. نفس الطريقة 2000، خذت منه في الثالثة في الرابعة 3 ملي. كم حيكون التركيز بعد ما نخفف في 25؟ 2000، خذيت منها 4 ملي، خذيت من تركيز 4 من تركيز 2000، خذيت منها 4 ملي. كم حيكون التركيز لو أنا خففت في دورك حجمي 25؟ يعني هذه عبوة 2000، تركيز 2000، خذيت فوليومتريك فلاسك 25، هذا دورك حجمي 1000، تمام، بس تركيزه كم؟ 2000 ppm. خذيت منها كم في المرحلة الأولى؟ ولا حاجة، صفر، يعني مفيش أبدا خفف نحاس. المرحلة الثانية خذيت منها 1، يعني خذيت من هنا 1، من هنا خذيت 1 ملي وحطيت وين؟ حطيت في دورك حجمي 25. كم حيكون التركيز بلو خففت لل 25؟ هي هذا 2000، خذيت منها 5 ملي. كم حيكون التركيز لو خففت لل 25؟ تمام، هنحسب التركيز سي 1 شرطة، سي 2 شرطة، سي 3 شرطة، سي 4 شرطة، سي 5 شرطة، سي 6 شرطة.